اهلا بيكم في حلقه جديده من فيت باي ساينس، معاكم محمود العطار. وانا النهارده هتكلم عن مشكله بتواجه حوالي 80% من الناس، وهي الام الظهر، وازاي تتخلص منها بثلاث خطوات بسيطه جدا ممكن تعملها في الجيم او في البيت. علشان تعرف تحل اي مشكله لازم تكون عارف سببها، واللي بيسبب الام الظهر ثلاث حاجات اساسيه. اول سبب هو ضعف العضلات اللي حوالين منطقه الوسط، زي عضلات البطن والهامسترنج اللي هي عضلات الرجل الخلفيه، وعضلة الجلوتياس أو المقعدة. تاني سبب إن في عضلات تانية بتكون قصيرة، زي عضلة الريكتر سباين الموجودة في الظهر، وعضلة الريكتس فيمورس الموجودة في الرجل. تالت سبب هو lack of coordination، يعني إنك تتحكم في العضلات دي علشان تخلي جسمك يقف في الوضع الصحيح. وعلشان تحل الثلاث اسباب دول، اول خطوه مفروض تعملها انك تقوي العضلات الضعيفه بتمارين بسيطه زي تمارين الجلوتياس بريدج. وبرده تمرين السيت اب، بس اهم حاجه ما تخليش ظهرك يبقى مقوس لورا وانت بتعمل التمرين. تاني خطوة انك تعمل استرتش للعضلات القصيرة بتمارين زي الني تو شيست استرتش، وده ليه اشكال كتير ممكن تعمل بيها التمرين. وتمارين اللونج ستريتش، التمرين ده مفيد جدا، بس خلي بالك ما تعملش اوفر ستريتش علشان انت كده مش هتستفاد من التمرين. اخر خطوه هي الكوردينيشن، يعني المفروض تظبط الوقفه بتاعتك وتعمل حاجه اسمها انتيريو بيلفيك تيلت، ودي بتبقى عن طريق انك تشد عضلات بطنك وعضلات المقعده وانت واقف. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو لسه في اي حد عنده اي سؤال او استفسار يكتب في الكومنت وانا هرد على كل الاسئله ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل عشان تتابعوا كل الفيديوهات الجديده.